أهلا بيكو. إيه رسالة الشخص اللي في بالك ليك دلوقتي؟ طاقة زمنية للفيديو مفتوحة من أي وقت بتسمع فيه القراءة. العلاقة دي فيها شغف جسدي عالي قوي، وفيها صمت ومراقبة في صمت، يعني زي بتبصوا على بعض في صمت بقوة جدا. ممكن تكون دي علاقة جديدة، يعني صار عارفين بعض جديد أو حاجة، أو يعني بتحاولوا تتعرفوا على بعض أكتر، بس من جواكوا زي حاسين ببعض أو منجذبين لبعض داخليا. الشخص ده كتير كتير بيفكر فيك، كتير كتير بيبقى عاوز يقرب منك أكتر، عاوز يبقى فيه فرصة للتواصل أكتر، كلام أكتر بينك وبينه، خروجات، يمكن سفر، يمكن أوقات جميلة تقضوها مع بعض. هو حاسس أنه ممكن يبقى فيه حاجة بينك وبينه، بالذات لو ينفع أن أنتوا تكونوا مع بعض. وحتى لو ظهر العلاقة زمالة أو شغل، فكأن الشخص ده حاسس أنه ممكن اللي بينك وبينه يبقى أكتر من صداقة. ولو أنتوا حاليا أصدقاء، فكأنه حاسس أن صداقتكم أنتوا الاتنين بنكهة مختلفة. ممكن في بعض الأوقات ما بتبقاش بالظبط صداقة، بتبقى رايحة لاتجاه اتنين حبيبة أو اتنين بيحبوا في بعض أو اتنين في بينهم مشاعر عاطفية ورومانسية. وان انت من ضمن الأشخاص اللي بتديله طاقة إيجابية في الحياة، وانت من ضمن الأشخاص اللي بتساعده انه يتواصل مع نفسه أكتر أو يقرب من نفسه أكتر أو يكون حقيقي وصريح مع ذاته. ويمكن انت بتديله نصايح او بترشد الشخص ده، والنصايح او الارشادات اللي انت بتقولها له هو بيفكر فيها كتير او ما بياخدهاش كده، يعني لا تمضي عليه مرور الكرام، بيفضل يفكر ويفضل يمكن يتأمل في كلماتك او في الرسائل اللي انت بتقولها له او في النصايح اللي ممكن تكون بترشده او بتوجهه ليها. يمكن بتتعامل مع حد ميزان او طاقات نارية برضو معاكو، السرطان طاقات نارية موجودة بقوة قوي هنا، وطاقة الابراج الهوائية وبرج التلو تحديدا. شكرا ليكو، واشوفكو على خير بفيديوهات تانية.